مرحبا بكم في هذه الحلقة وتتابعون فيها خسائر فادحة بعد فشل المنتخب الإيطالي في التأهل للمونديال. نتعرف على أعلى مدربي الكرة أجرا في العالم، وليفاندوفسكي يتعرض لعملية احتيال. ضربة موجعة تلقتها إيطاليا بإقصاء الأتزوري من الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا عبر المنتخب السويدي. فشلت إيطاليا في التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 60 سنة حين غابت عن مونديال 58. مشاكل الكرة الإيطالية لا تتعلق بمباراة السويد ولم تظهر فجأة من خلالها. في النسختين الأخيرتين لكأس العالم خرجنا من الدور الأول، هناك الكثير من العمل الذي يتوجب إنجازه. علينا أن نستفيد من هذا الوضع السلبي الذي نمر به حاليا قدر المستطاع لنعيد بناء كرة القدم الإيطالية. غياب إيطاليا عن هذا المحفل العالمي المنتظر لن يقتصر على الجانب الرياضي أو الجماهيري فحسب، بل سيتسبب بانعكاسات مالية واقتصادية تتراوح بين 500 إلى 600 مليون يورو، وقد تصل لمليار يورو لو تم احتساب التأثير غير المباشر حسب تقديرات فرانكو كارارو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي والرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية. صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية قالت إن مبيعات أجهزة التلفزيون في إيطاليا ارتفعت بنسبة 4% تزامناً مع مشاركة المنتخب في بطولة يورو 2016 السنة الماضية. غيابها عن النسخة القادمة من كأس العالم سينعكس سلبياً على هذا السوق. حقوق نقل كأس العالم لم تباع بعد في إيطاليا، قيمتها كانت تقدر ب 175 مليون يورو، وخروج المنتخب سيجعل قيمتها نحو نصف هذا الرقم. هذا الانخفاض سيكون سببه الرئيسي انخفاض نسب المشاهدات التلفزيونية لمباريات البطولة، ما سيؤثر على انفاق الشركات على الإعلانات في القنوات التلفزيونية وكذلك في باقي وسائل الإعلام المختلفة. الاتحاد الإيطالي سيكون له نصيباً من الضرر الاقتصادي نتيجة الغياب عن كأس العالم، فالمشاركة فيه فقط تضمن للاتحاد الحصول على جوائز من الفيفا تبلغ قرابة 12 مليون يورو، ترتفع كلما تقدم مشوار المنتخب في البطولة. قيمة عقد رعاية شركة بوما لأطقم ومنتجات منتخب إيطاليا تبلغ 18 مليون و700 ألف يورو، والخروج المرير قد يعيد النظر في قيمة العقد الذي من المؤكد أنه يشمل بنداً يتيح له ذلك، حيث ستتأثر المبيعات بهبوط حاد خلال الفترة القادمة في ظل غياب المنتخب عن أي منافسات كبرى. في الأشهر الماضية نجح اتحاد الكرة في جذب عدد من الشركات لرعاية المنتخب ضمن خطة مع شريكه التسويقي إنفرونت الذي يدفع لقاء هذه الحقوق 14 مليون و250 ألف يورو سنويا، إلا أن العقود المبرمة تشمل بنودا يحق للشركات من خلالها مراجعة قيمة رعايتها لو لم يصل المنتخب لكأس العالم، وهو ما يتوقع أن يفقد الاتحاد 4 ملايين يورو من قيمة عقوده الحالية، فيما بات من شبه المؤكد أنه لن يتمكن من جذب أي رعاة جدد في الفترة المقبلة. سوق المراهنات الكروية في إيطاليا يجني نحو 140 مليون يورو سنوياً، وسيكون لخروج إيطاليا عواقب عليه. فمثلاً في يورو 2016 أنفق الإيطاليون 43 مليون يورو على المراهنات، منها 14 مليون لمباراة إيطاليا وألمانيا فقط. المقاهي والمطاعم هي الوجهات المفضلة للجماهير لمتابعة مباريات فرقها في كأس العالم. ستتأثر تلك الأماكن في مختلف المدن الإيطالية بشكل كبير بسبب عدم وجود المنتخب الأزرق في المحفل العالمي الكبير.
كذلك سيؤثر عدم التأهل إلى المونديال بالسلب على قيمة بعض اللاعبين الموهوبين والذين ارتفعت قيمتهم بقوة في الفترة الماضية وتهافتت عليهم كبرى الأندية الأوروبية للتعاقد معهم. ومن المنتظر أن تقل القيمة السوقية للاعبين أمثال لاعب خط الوسط المتميز ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمهاجم المميز لنادي تورينو الإيطالي أندريا بيلوتي. لم تعد الأجور المرتفعة والأرقام الكبيرة حكراً على لاعبي كرة القدم فحسب، فقد أصبح للمدربين سمعتهم وأجرهم الخاص بهم، والذي يضاهي في كثير من الأحيان أجر أهم وأكبر نجوم الساحرة المستديرة، بل إن البعض بات يتفوق عليهم في هذا المجال أيضاً لما يملكه هؤلاء المدربون من كاريزما خاصة وقدرات فنية وتسويقية في آن معاً. فمن هم المدربون العشرة الأعلى أجراً لموسم 2017-2018؟ في المركز العاشر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بستة ملايين يورو. في المركز التاسع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بستة ملايين يورو. في المركز الثامن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بسبعة ملايين ونصف المليون يورو. في المركز السابع الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال بتسعة ملايين يورو. في المركز السادس الإيطالي فابيو كابيلو مدرب جيانغسو سونينغ بعشرة ملايين يورو. في المركز الخامس البرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب شنغهاي باثني عشر مليون يورو. في المركز الرابع تشيلي مانويل بيليغريني مدرب هيبي تشاينا ب 12 مليون يورو. في المركز الثالث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ب 14 مليون ونصف المليون يورو. في المركز الثاني الايطالي مارشيلو ليبي مدرب الصين ب 20 مليون يورو. وفي المركز الاول الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ب 20 مليون يورو. ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش ليس مهتماً ببيع حصته في ناديه، لكنه يفكر جدياً في إبرام صفقة تمويلية ضخمة مع رجال أعمال صينيين. يعكف البلوز الآن على إجراء سلسلة من المباحثات مع مجموعة صينية حول إتمام صفقة من شأنها أن تضخ في النادي تمويلات بأكثر من 500 مليون جنيه استرليني. مسؤول النادي الحاصل على لقب بطولة الدوري الإنجليزي على البريمير ليج الموسم الماضي تقابلوا مع نظرائهم في الشركة الصينية مؤخراً، وقد جرت المباحثات في ستانفورد بريدج ملعب نادي تشيلسي بواسطة واحد من أكبر الوكلاء في العالم، وتركزت على صفقة تجارية ضخمة من شأنها أن تساعد على تمويل الملعب الرياضي الجديد للنادي اللندني. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رجال أعمال من شرقي آسيا أعربوا عن استعدادهم لإنفاق ما يبلغ 500 مليون استرليني لتمويل إنشاء الاستاد الجديد للنادي اللندني. ويرغب رجال الأعمال هؤلاء في ضخ استثمارات في خطط تهدف إلى إعادة تطوير ملعب النادي ثم استرداد أموالهم بعد ذلك. وأنفق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ما يربو على مليار جنيه استرليني منذ أن اشترى نادي تشيلسي في العام 2003، ويرجع الفضل إلى ثروة الرجل في عدم تحميل خزينة البلوز أي ديون في الفترة الراهنة. وتقدر تكلفة الاستاد الجديد للنادي الإنجليزي بما قيمته 500 مليون استرليني، وسيتم بناؤه على نفس الموقع المبني عليه الاستاد الحالي. وكان عمدة العاصمة البريطانية صادق خان قد وافق رسميا على طلب تراخيص البناء الذي تقدم به النادي أوائل العام الجاري بعد موافقة مجلس هامارسميث وفولهام على الخطط. وتزيد السعة الاستيعابية للاستاد الجديد بنحو 50% ليتسع إلى 60,000 متفرج بدلاً من السعة الحالية والتي تبلغ 41,600 متفرج. ويأمل مسؤولو البلوز في إتمام بناء الصرح الرياضي الجديد بحلول موسم 2021-2022.
أعلن نادي أتلتيك بلباو تجديد عقد لاعبه أرتيزا دوريز لعام إضافي لينتهي في 30 من يونيو حزيران عام 2019. النادي رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 40 مليون يورو. سجل أدوريز صاحب 36 عاماً 4 أهداف في 11 مباراة لعبها بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري. وبدأ أدوريز مسيرته الكروية في أكاديمية أتلتيك بلباو، إلا أنه رحل إلى بلد الوليد ثم عاد لأسود الباسك وبعدها لريال مايوركا ثم فالنسيا قبل الاستقرار مجدداً في فريق الطفولة في 2012. قررت شركة هوغو بوس الألمانية إنهاء عقد شراكتها مع مسابقات الفورميلا 1 في 2018 وستنتقل إلى رعاية منافسات ومسابقات الفورميلا إي. وكانت الشركة الألمانية ترعى فريق مرسيدس للفورميلا 1 منذ عام 2015 بعد أن أنهت رعايتها مع فريق ماكلارين. علل مسؤولو الشركة ابتعادهم عن أعلى فئة في سباقات السيارات باعتبار أن الفورميلا إي أكثر ابتكاراً واستدامة، كما أن معظم متابعيها من الشباب الصغار وهو ما يوفر فرصاً جديدة للشركة. وفي ذات السياق أعلنت شركة السيارات اليابانية نيسان أنها ستدخل عالم الفورميلا إي بداية من موسم 2018-2019، وستكون بذلك أول شركة يابانية تنافس في الفورميلا إي، وسيكون ذلك في الموسم الخامس. وأعلنت الفورميلا إي أن نيسان سوف تحل بديلاً لإحدى الشركات المتواجدة حالياً، ومن المتوقع أن تكون تلك الشركة هي رينو الفرنسية. سوقنا الرياضي ما زال مفتوحاً وفيه أيضاً عملية بيع تذاكر مونديال روسيا تستأنف نشاطها. وغاريث بيل يكلف ريال مدريد $1 مليون في كل مباراة. أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح باب بيع تذاكر مونديال روسيا 2018، وذلك بعد التعرف رسميا على جميع المنتخبات المتأهلة للحدث العالمي. تستمر عملية بيع التذاكر على شبكة الإنترنت على المستويين الدولي والمحلي بالنسبة للجماهير الروسية بأسبقية الحجز حتى 28 من تشرين الثاني نوفمبر. وجرى توزيع 622,117 تذكرة في المرحلة الأولى من القرعة العشوائية لبيع التذاكر من أصل 3,496,204 طلبات للحصول على التذاكر بحسب الفيفا. وجرى تقديم نحو 150,000 طلب للحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية التي يشارك فيها المنتخب الروسي في 14 من حزيران يونيو 2018، بجانب أكثر من 300,000 طلب للمباراة النهائية التي تقام في 15 من تموز يوليو على استاد لوجينكي في موسكو. وتنطلق مرحلة جديدة لبيع التذاكر في 1 من كانون 1 ديسمبر المقبل، تخص مباريات دور المجموعات حيث تقسم لجزئين، 1 عشوائي و2 بأسبقية الحجز، فيما تستمر المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر حتى المباراة النهائية. وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية من $105. ووفقاً لأوامر السلطات الروسية فإن كل الجماهير يجب أن تتقدم للحصول على بطاقة مشجع بعد أن يتم التأكد من حصوله على التذكرة، وتستخدم البطاقة كأنها تأشيرة، كما يتم استخدام وسائل المواصلات العامة في أيام المباريات مجاناً بموجبها. بات المهاجم الويلزي غاريث بيل عبئاً مالياً على نادي ريال مدريد الإسباني، إذ أنه يكلفه أكثر من $1 مليون في كل مباراة، لكن النادي الإسباني لا يستفيد من جهود بيل بسبب إصاباته المتكررة.
اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أصيب للمرة 19 على التوالي منذ انضمامه إلى النادي الملكي قبل 4 سنوات، وهو رقم كبير جداً خلال فترة قصيرة. انضم بيل إلى ريال مدريد عام 2013 قادماً من توتنهام الإنجليزي مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو، ما يجعله الصفقة الأكبر في تاريخ النادي. بيل يكلف عملياً ريال مدريد 1,236,000 دولار أمريكي في كل مباراة، حيث يبلغ راتبه السنوي 21 مليون دولار في المواسم الثلاثة الأولى، ثم ارتفع في السنة الأخيرة إلى 25 مليون دولار، وكل دقيقة يلعبها جاريث بيل تكلف النادي 15,000 دولار. ونتيجة الإصابات لم يلعب بيل سوى 55% من الوقت الذي يتوقعه النادي الإسباني. توقع رئيس رابطة الليغا المنظمة للدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس انتعاش خزينته مع صفقة جديدة للنقل التلفزيوني في موسم 2019-2020 يمكن أن تصل إلى 2,300 مليار يورو سنوياً. آمل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن حقوق النقل التلفزيوني قبل آذار مارس 2018. المبلغ يشمل رسوماً لحقوق البث المحلية والدولية. أعتقد أننا سنصل إلى 2,300 مليون يورو. من جهة أخرى أكد تيباس أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد جدد عقده مع نادي برشلونة، على الرغم أن المعنيين بالأمر لم يعلنوا ذلك رسمياً. وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أشار في أيلول سبتمبر الماضي إلى أن ميسي سيوقع تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران يونيو 2018 خلال شهر، بعدما قام والده الذي يتولى أيضا إدارة أعماله بذلك في حزيران يونيو الماضي. عقد نادي فالنسيا اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور أغلبية المساهمين، وتم خلال الجمعية الاطلاع على التقارير المالية لسنة 2016-2017 واعتمادها، كما تم اعتماد ميزانية 2017-2018. وبلغت إيرادات نادي فالنسيا في السنة المالية الماضية 101,200,000 يورو، فيما سجل خسائر بلغت 27 مليون يورو بنهاية السنة المالية 2016-2017. ورصدت إدارة فالنسيا ميزانية مقدارها 91,900,000 يورو للموسم الجاري، سيكون معظمها من إيرادات النقل التلفزيوني الذي يتوقع أن تبلغ 61 مليون يورو أو ثلثي إيرادات النادي. ضمن مساعي إدارة النادي لتطويره والذهاب به لأفضل النتائج، أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني عن انضمام مستثمر جديد لقائمة ملاك النادي. وقال بيان نشره الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد إن مجموعة كوانتوم باسيفيك ستستثمر 50 مليون يورو مقابل 15% من أسهم النادي، وأن هذه الأموال ستوجه جميعها لتطوير النادي. تعتبر كوانتوم باسيفيك مجموعة أعمال عالمية تضم مجالات مختلفة حول العالم، تتنوع ما بين الشحن والنقل والطاقة والموارد الطبيعية والتقنية الطبية والمحركات وغيرها. وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن عن تمديد عقد الرعاية الرئيسي لقميص الفريق مع شركة بلس 500 لتداول العملات حتى موسم 2020-2021. وبدأت الشراكة بين أتلتيكو وبلس 500 في 2015 حين أصبحت الشركة أحد رعاة النادي وظهر شعارها خلف قميص الفريق. دفع لاعب الوسط الغيني لايبزيغ وصيف بطل الدوري الألماني نابي كيتا غالياً ثمن محاولته تزوير رخصة القيادة، إذ غرم بمبلغ 415,000 يورو بحسب ما كشفت إحدى الصحف الألمانية.
ووقع الدولي الغيني الذي سينتقل الموسم المقبل إلى ليفربول الإنجليزي في شرك الشرطة بعدما حاول مرتين تزوير مستنداته الغينية من أجل الحصول على رخصة القيادة في ألمانيا. وكشفت صحيفة بيلد أن قيمة الغرامة التي فرضت على كيتا وصلت إلى 415 ألف يورو، وذلك استناداً إلى الراتب اليومي الذي يتقاضاه الغيني مع فريقه الذي حل وصيفاً للدوري الألماني الموسم الماضي في أول مشاركة له في دور الأضواء. تقدم اللاعب البالغ 22 عاماً باستئناف لتخفيف العقوبة، وفي حال ذهبت القضية إلى المحكمة فمن المتوقع أن لا يبت بها قبل العام الجديد. تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لعملية احتيال على أحد مواقع الإنترنت. وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن ليفاندوفسكي وزوجته تأثرا بقصة أنتوس رودسكي، وهو طفل بولندي يعاني من مرض السرطان في العين ويحتاج إلى مبلغ مالي بقيمة 350 ألف يورو لإجراء عملية في الولايات المتحدة. وقام ليفاندوفسكي في شهر يوليو الماضي بالتبرع بمبلغ 23 ألف يورو لذلك الطفل المريض، لكن تبين فيما بعد أن قصة الطفل كانت من وحي الخيال لرجل أراد التحايل وكسب المال. ووفق الصحيفة فقد استطاع المتحيل البولندي والذي يدعى ميكيل شينشكي أن يجمع من ليفاندوفسكي وأشخاص آخرين نحو 230 ألف يورو. وبعد الكشف عن أمره قام شينشكي بنشر وثيقة بحسابه على فيسبوك تبين القيمة المالية التي تبرع بها المهاجم الدولي البولندي، كما وعد ليفاندوفسكي وبقية المتضررين بإعادة قيمة تبرعاتهم. حكم القضاء الفرنسي على خلفية اتهامها له بتناول المنشطات. وفرضت محكمة في باريس على باشلو دفع غرامة قيمتها 500 يورو إضافة إلى تعويضات وكلفة محاكمة بقيمة 12 ألف يورو للماتادور الإسباني المتوج ب16 لقباً في بطولات كرة المضرب الكبرى. وكان الإسباني البالغ من العمر 31 عاماً يطالب بتعويض قدره 100 ألف يورو. ولم يسبق لنادال أن فشل في فحص للمنشطات وينفي استخدامه أي مواد ممنوعة. نهاية هذه الحلقة من السوق الرياضي، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء مجدداً.